من اخبار النادي الاهلي الى عالم الصحافه والمواقع الاخباريه. ايوه النهارده كمان، بس قبل ما نبدا عالم الصحافه احنا عايزين نقول احنا معانا اثنين من المراسلين العزاز جدا يعني عليا انا وكريم، وبنحب كمان نتفائل بيهم الصبح بصراحه في 10 الصبح في الاهلي، سواء الزميل العزيز مينا ماهر او الزميله العزيزه مريم سميح اللي هي معانا دلوقتي، وهتطلعنا بقى على اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع الاخباريه المختلفه. ويمكن انا عايزه اركز معاكي برده يا مريم لو تسمحي لي على الرساله اللي وجهها محمد صلاح ل بيج رامي، وهنا بنتكلم عن يعني لما بطلين بيهنوا بعض او بيتواصلوا مصريين، دي حاجه اعتقد برضو بتكون مهمه، وناس كتيره جدا كانت مبسوطه ان ده حصل من النجم المصري الكبير محمد صلاح. اتفضلي يا ماري. في البداية بصبح عليك يا نهواند، وبصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بشكرك طبعا جدا على كلامك، يعني انتوا كمان بالنسبة لنا عزاز جدا على قلبنا، وإذا كان احنا بنقدم يعني محتوى جيد فده طبعا منكم ومن كل القائمين على 10 الصبح في الأهلي وكمان قناة الأهلي. بس قبل ما أبدأ معاكي طبعا هيكون معانا خبر تهنئة محمد صلاح لبيج رامي، ولكن في البداية عايزة أقول إنه من الطبيعي إن احنا كنا في بداية البحث عن العناوين الصحفية والمانشيتات في مختلف المواقع المحلية والعربية والعالمية، كان من الطبيعي ان احنا نبحث عن الاهلي وبعثة الاهلي، ولكن الحقيقة عايزة اقول يعني نقطة اثارت اهتمام ناس كتير جدا، نقطة لفتت نظري انا شخصيا، ان كانت كل الاخبار نقلا عن قناة النادي الاهلي، وطبعا نقلا عن مراسلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد في النيجر حاليا واللي نقل كل اخبار ولم يبخل علينا باي معلومات، بدءا طبعا من وصول البعثة الى النيجر وكمان مرورا بتسكين اللاعبين وانتهاء او يعني الاستعدادات النهائيه للمباراه التي ستقام بعد غد الاربعاء. فكنت عايزه اقول ان جميع الاخبار كانت نقلا عن قناتنا الكبيره قناه الاهلي. ننتقل الى عناويننا الصحفيه، والبدايه من موقع القاهره 24، اتحاد الكره يحدد ملعب مباراه منتخب الكره النسائيه امام لبنان. اعلن الاتحاد المصري لكره القدم عن يعني المكان او ملعب المباراه التي ستقام فيها منتخب مصر للكره النسائيه دون ال20 عام مع منتخب لبنان في اولى اللقاءات الوديه الدوليه لمنتخبنا الوطني ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقيه وكمان كاس العالم. تم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضي العباسية لإقامة المباراة الأولى في الساعة 1 ظهرا بعد غد الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري، وكمان هيقام المباراة الثانية على ملعب بترو سبورت يوم السبت المقبل. عايزين نقول كمان أنه وصل المنتخب أو سيصل المنتخب اللبناني مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء في بعثة يعني أغلب أفرادها يبلغون 32 فرد، 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني. كمان أضاف التقرير أنه جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب أسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 3-0 وعلى منتخب فلسطين 4-2 وعلى منتخب العراق 4-0. من سكاي نيوز عربية، وبخصوص طبعا تهنئة النجم المصري محمد صلاح، يعني عايزين نقول ان قامات مصرية بيهنوا بعض رافعين راسنا عليا طبعا كأبطال مصريين محمد رغم المشكلات، رسالة فورية من صلاح الى بيج رامي. طبعا عايزين نقول يعني انه التقرير في سكاي نيوز عربية قال انه النجم محمد صلاح مش بيعيش يعني افضل اوقاته، ولكن رغم كل الاوقات والمشكلات والمناوشات اللي بينه وبين يورجن كلوب الا انه منسيش او لم ينسى انه هو يعني يتذكر تهنئة البطل المصري بيج رامي واللي حصل على البطولة العالمية في كمال الأجسام مستر أوليمبيا. كتب صلاح عبر حسابه على تويتر التهنئة لرامي السبيعي الشهير ببيج رامي، كتب ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أوليمبيا 2020. عايزين نقول إن البطولة أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري. ومن بي بي سي سبورت، ريال مدريد في القمة بعد الفوز على إيبار. وصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الليجا بعد الفوز على إيبار مساء أمس الأحد بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الـ14، 20 نقطة في وصافة الجدول، فيما تجمد رصيد إيمار عند 15 نقطة في المركز الـ14.
واخيرا من موقع جول، انها تقترب، ريال مدريد يبدا التواصل مع ممثلي محمد صلاح. الحقيقه ان اغلب العناوين الصحفيه في الصحف العالميه تناولت ان صلاح بيقترب جدا من الانضمام الى صفوف النادي الملكي بعد المناوشات اللي حصلت ما بينه وما بين يورجن كلوب واحتماليه رحيله عن ليفربول. كمان كشفت الديفانسا سنترال الاسبانيه ان ريال مدريد قد بدا بالفعل التواصل مع ممثلي محمد صلاح من اجل مناقشة انضمام النجم المصري ولاعب ليفربول إلى صفوف النادي الملكي زي ما قلنا في أول التقرير. كمان يعني صلاح كان أجرى مقابلة أو انترفيو مع آس الإسبانية، كان اتكلم عن مستقبله وعن علاقته مع يورجن كلوب، ولم يغلق الباب أنه ممكن ينضم إلى صفوف ريال مدريد أو برشلونة، ولكن تحديدا ريال مدريد. كمان أضافت الديفانسا سنترال أن في يعني مصدر مقرب جدا من محمد صلاح قال أنه في يعني اتصالات جدية مع وكيل محمد صلاح رامي عباس، اللي رغم ان هو قبل عدة اشهر اعلن انه ما فيش اي اتصال مع ريال مدريد او من قبل ريال مدريد مع محمد صلاح، ولكن بات هذا الاتفاق قريبا جدا في الوقت الحالي بعد كل المناوشات اللي حصلت مع يورجن كلوب ومحمد صلاح، وان هو غير راضي عن تواجده حاليا في صفوف ليفربول. قبل نهاية الجولة الصحفية طبعا عايزين نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري، البنك الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، والجونة والإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء، كمان المصري وأسوان في الساعة السابعة ونصف مساء. أما بالنسبة للدوري الإنجليزي، بيرنلي وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة ونصف مساء، وتشيلسي وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء. دي كانت جولة من داخل مقر القاهرة 24 في أبرز العناوين الصحفية. بشكركم جدا العودة للاستوديو مرة أخرى.